حياكم الله مشاهدينا، رجعنا نكمل معاكم ليالي الكويت. مثل ما شفتوا قبل شوي، اليوم معانا نجمه في مجال الازياء، واليوم هي نجمه في مجال التقديم التلفزيوني وايضا بالرياضه، راح نعرف ليش بعد شوي. شفتوا لقطات من هيا ترند. معانا اليوم مصممه الازياء ومذيعتنا اللي منورتنا في تلفزيون الكويت، هيا الحوطي. مساء الخير. يا هلا فيكم ومساء الورد والنوير عليكم. نورتينا بالعالي الكويت. يا حبيبتي النور نوركم والله، دائما انا اتابعكم ومن متابعين تلفزيون الكويت طبعا. ابي اعرف بدايه شلون انتقلتي من عالم الازياء والتصاميم الى نشتكوين زميلتنا؟ طبعا احنا نرحب فيك اكيد، مستانسين نشتكوين زميلتنا، لكن شلون النقله هذه صارت بحياتك؟ شوفي، هي النقله ما اقول لك انها مثلا وليده لحظه. اليوم مثلا انا بلشت بالازياء بال 2003 أو أخذت دورات في أسمد وفي بيروت، وبلشت مسيرتي في الأزياء لغاية 2009. دخلت فوضى ولا موضة، يمكن هني دخلت شوية عالم التلفزيون. كانت أقدم حكم في فوضى ولا موضة. تدرين فوضى ولا موضة كان يختص في الأزياء، وإن شلون نقدر أن نحكم أن منو اللي لبس اللبس المناسب أكثر في الوقت القياسي اللي كانوا حاطينه في المبلغ الصغير اللي كانوا مقدمينه. بعدها قد يعني صرت رسمي مذيعة في 2010. كان في فنون لما قدمت برنامج سوالف، كانت هذه أول تجربة. كنت يعني شوية مستغربة الوضع، بس الحمد لله كانت ناجحة التجربة، كانت لايف يعني. بس لا، بعدها بعد ما خلصت أصلاً وقفت على الإعلام. زعلتي الإعلام؟ وقفت عن الإعلام نهائي. لا، تقدر تقول خذيت شوية بريك مع الأهل ويعني أسرتي وحياتي بعد يعني. مثل ما قلتي، وخرت شوية عن الأجواء الأضواء والشهرة. بعدها توني يمكن رجعت حق التلفزيون والمرة الثانية من سنتين. رجعت بقوة ما شاء الله. يعني برنامجين اكيد نحسدك نطق على الخشب. اي لا، قاعد تحسدوني بعدين خلاص اسوي اكلمهم يسوون لكم برنامج. يمكن نورتي جاي الضحى وكنتي تقدمينه بشكل متميز بفقرات المتنوعه. اليوم هي ترند، الاسم اول شيء ما خفتي انه يكون صعب على المشاهدين؟ مو الكل ممكن يفهم شنو معنى هي ترند. يعني انا حاولت بخصوص الاسم اني كثر ما اقدر اقربه حق المشاهد، انه يعني دائما لما اقول لهم هي ترند، ان احنا اليوم عندنا هباتنا اللي راح نسوي والاشياء والهبات. دائما تلاقيني اقول لهم هبات هبات عشان توصل المعلومه، انه هو الدارجه الحين، الاشياء الدارجه عند الشباب، الاشياء الدارجه حاليا ما بين الشباب، سواء كان في الرياضه، سواء كان في الازياء، سواء كان في الملابس، بالبيوتي، بكل شيء، حتى في رمضان. شنو الدارجه اللي في رمضان؟ يعني حتى الحلقه الاخيره يعني قلتي هبات، يعني مرات في هبات ما يتقبلها المجتمع. ايش كثر تكوني دقيقه في اختيار المواضيع اللي تناقشينها في البرنامج؟ ما انا شنو كنت يعني وشنو قاعده اسوي؟ قاعده اطرح هبات اقول لهم شوفوا اذا هذه الهبات تعجبكم او ما تعجبكم، انتم مع هذه الهبات او ضد هذه الهبات. يعني انا احاول اطرح الموضوع بصوره بسيطه، يعني مثل ما تقولين شبابيه اكثر، روحه شبابيه، يكلم شريحه. يعني احنا نختار فنانين من السوشيال ميديا وفنانين من الفن، ونروح حق مشاهير مثلا اللي بالازياء او يعني شويه في تنوع، وبنفس الوقت يكلم طبقه الشباب او الجيل الشباب. مختلف جدا عن شاي الضحى. شلون هو مختلف؟ انا اقول لك شاي الضحى صراحه يعني احس موسوعه. يعني نقدر نقول شخصيات ثقيله شوي تكون فيه. الدكاتره، مسؤولين في مراكزهم، قاعده اخذ ثقافات منهم صراحه، متطوعين، اعمال تطوعيه. شاي الضحى يمكن يكلم الاسره ومشاكل الاسره واللي تحتاجه الاسره بصفه عامه، لكن ترند تقدر تقول انه هو خفيف، شي لايت، شويه قريب مني، من ازيائي، من شخصيتي. حتى الشريحه اللي انت تتكلمين فيها يعني او تخاطبينها في شاي الضحى لكافه شرائح المجتمع، لكن الترند هو يكون للشباب فقط. لا لا لا، بالعكس. يعني انا قاعد اتكلم، يعني احنا معنا فنانين، في كثير من الفنانين عندهم معجبينهم والفانزات، سواء كانوا كبار صغار في مختلف الاعمار. يمكن هو يحبون الشباب اكثر لان تحسين قريب منهم، خفيف سريع، رتمه وايد سريع. في الهبات البسيطه اللي يعني الشباب يحبونها. بس شلون هو مختلف عن بقيه البرامج؟ يعني اغلب القنوات الفضائيه الحين متجه حق برامج تستقطب من خلال الشباب. انت هي ترند، المميز ان اسمها هي ترند اكيد وباسمك، بس المحتوى اللي داخله شلون؟
والله انا حبيت كثر ما اقدر اني احط لهم محتوى كبير في وقت صغير مضغوط، يعني احنا عندنا نص ساعه يمكن نستضيف فيها 3 لـ4 ضيوف مختلفين، مره اتكلم عن الازياء شوي، مره اتكلم عن البيوتي، مره اتكلم عن الميك اب، مره اتكلم عن الرياضه نفسها، مره نتكلم عن الفنان وحياته وشنو الهبات اللي هو سواها، ومثلا الفانزات صاروا يقلدونه ويهتمون انه يسوون نفس، تدري الفنان في النهايه شنو ما يسوي على طول في ناس تسوي نفسه، وبنفس الوقت نكلمهم شنو شعورهم مع احساسهم مع الشهره اللي هو اوريدي بعالم الشهره، بس السوشيال ميديا خلاهم يعني ينتشرون بشكل انه ما يقدرون، يعني كل لحظه بلحظتها قاعد يعيشونها الناس قاعد تعيشها معاهم، فكنا نتكلم بعن الامور بشكل لايت خفيف ما بين التصاميم والتقديم. وين لقيتي روحك اكثر؟ لا انا مصممه ازياء في النهايه، انا مصممه ازياء بس لا حسيت في تحيز للتقديم اكثر بخلال هالفتره، وهذا بقوه لان استعنتي بمصمم ازياء عالمي اكيد الاستاذ ايمن. اي ايمن سر الدين. سر الدين نعم. وهديتي يعني هالمجال شويه؟ لا ما هديته، ايمن انا وايمن يعني تقريبا صار لنا سنه مع بعض الحمد لله، يعني قاعد نشكل فريق مع بعض وايد متناغم، وهو لا ستايله وانا لي ستايلي، نتناقش انه شلون نسوي روح الازياء اللي راح نقدم، وهو جدا متفاهم يعني، والناس قاعد يحبونه يعني الكلاين اللي عندي يعني قاعد يرتاحون معاه جدا، وانا اثق فيه اثق فيه ومبسوطه انه هو نوجد في حياتي في هذه الفتره اللي انا برنامجي لان برنامجي توني بقول لك لان وتقول لك نتلاقي روحها مصممه مو مقدمه. لا والله هي صارت صدفه شيء. خليني اقول لك انا احب الازياء. راعي بالين كذاب. سمعي انا احب الازياء، فلما قدمت هاي ترند وايد في من الازياء، يعني انا قاعده اقدم ازياء في كل حلقه، بين حلقه وحلقه لازم ادخل ازياء، فانا قاعده اقدم ازياء. بيني وبينك ما حاسه على بيني وبينك، شاي الضحى ولا ترند؟ لا شوفي هذول مختلفين انزين، فاثنينات ما احبهم. لا نبي واحد منهم، بين من كلامك في حب وفرح تكلمين خاصه عن هي ترند، مختلف بالنسبه لك. انا ما اقول لك ان اكيد بحبه لانه قاعد يمثلني شخصيا، يمثل احاسيسي، يمثل الاشياء اللي انا احبها، وبعدين الحلو فيه انه كل شويه انتقل مكان، مره اركب جيت سكي، مره اركب حصان، فيعني شيء حلو من رياضه لرياضه. انا احب الرياضه خاصه انك بعد خريجه تربيه بدنيه، بكالوريوس تربيه بدنيه معاي، ولا وبطله جمباز. حلو فيعني احب الرياضه، انا اعشق الرياضه، فحسيت ان حيصير الرشاقه حبيبتي فاحس انه قريب مني، بس بنفس الوقت ما انكر انا احب شاي الضحى لانه وايد وايد احس انه قاعد يغذيني في الثقافه دائما، كل يوم قاعده اتثقف فيه. بعيدا عن البرامج وعن كل شيء، بعرف شو محضره حق المراه في رمضان؟ المراه في رمضان انا اختصاصي الودينج دريس اللي هي زوجينهم كلهم برمضان؟ لا انا بس اختص في العرايس، انا لا اسوي لا دراعات ولا كاجوال، فمختصة بس بالعرايس. عادة العرايس تيلي أحيانا بكر تحجز عشان تقدر تجهز فساتينها، لكن إن تبيني أقول لك شنو مثلا الموضة أقدر أقول لك، لكن إن أنا مختصة لا أنا مختصة بس ودي. بالعرايس إيه بالسهرة والعرايس. لكن رمضان ما مو مثل بقية المصممات اللي يهتمون في إنه يجهزون كولكشن. لا أنا ما لا أنا ما تتجه لشيء، يعني ممكن أحس رمضان بالنسبة للأزياء إن هذه الفرصة اللي أنا أبتدي أسوي فيها كولكشن سهرة عشان بعد رمضان أقدمه. فهذا الشيء اللي اسويه في رمضان، يعني احنا ننتهز هذه الفرصه ان احنا يعني الناس تدرين رمضان لا يمكن بالدراعات والاستقبالات والاكل والسوالف هذه، فلا انا اصير اجهز حق بعد رمضان اللي هم الودي. اغرب درس. طلب من عروس طلبته منك شنو كان؟ اوه وايد اشياء غريبه واشياء حلوه، احاول كثر ما اقدر اني اقدم لها اياها بصوره تعجبها، يعني مثلا تكون تبي دخله متميزه، تبي تلبس فستان ما لبس من قبل، في فكره غريبه. يطلبون شيء مميز ما لبس من قبل، لكن شيء غريب وطلبت ان تضيفه هي في العرس وانت يعني بالبدله، يعني اقصد انه شنو هي الشغله هذه؟ ما يحضرني الحين بس شيء غريب ضفتيه وانت ما كنت مقتنعه، ولا دائما تقتنعين بالشغلات اللي تقدمينها؟ يمكن حطيت ورد في الفستان والحين صار كله موضه، بس هذه صارت كلها ورد سباقه انت قبل كنت يعني يمكن هذا في البدايه يعني استغربتها، فبس حبيتها طبعا اكيد سويت لها بطريقه حلوه، بس انه بعدين صارت الفساتين كلها مركبه فيها ورد. حلو قواش الله. انا سكت شوي عشان الموضوع حسيته وايد نسائي
نسائي فقلت اطلع منها. حسيت فيك والله. بس لا والله الازياء عمرها ما كانت مقصوره على النساء. الازياء احنا ما شاء الله الحين في وقت صار الرجل دائما يهتم في نفسه، دائما يهتم في شكله، ملابسه، باناقته، حتى يعني لقيناهم في عياده التجميل سابقيننا. ليش الدشاديش اللي قاعد يلبسهم عبد الله يعني كلهم على الموضه، يعني لا تقول بس الموضه لنا احنا. والبدل اللي انت لابسه اكيد ما اخترت الوانك واللون الزهر مع اللون اللي انت لابسه الا ان انت مهتم في الموضه. الموضه الحين هذا ولا اكيد موضه صراحه. فيعني لا بالعكس الرجل جدا مهتم، خصوصا في الوقت اللي الحين حتى سواء كان اذا المراه كانت متزوجه دائما تاخذ راي زوجها، وصار زوجها مطلع لان وسائل التواصل الاجتماعي فتحت لنا افاق جديده. يعني صار الرجل قاعد يتابع الفاشينيستا منافس للمراه الحين. اي والله صار يتابع، بعدين صاروا يهتمون لان كل يوم هم معرضين ان هم يكونون قدام العالم، فمضطرين لما يصورون سيلفي مثلا انه يكونوا هم مهتمين. شكل اكيد جاهز، راح نتكلم اكثر عن هالسوالف الحين لكن راح يكون بعد الهواء. نشكرك اليوم هي الحوطي على وجودك اليوم ويانا، نتمنى التوفيق في كل برامج ان شاء الله. شكرا لحضورك، نورتينا. مشاهدينا مكملين لك بعد البريك.